مرحبا استاذ عبد الباري عطوان عبر اثير اذاعه موريتانيا من المقشوط، مرحبا بكم ضيفا عزيزا على اذاعه الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه. اهلا بك استاذ عبد الباري. يا سيدي اهلا وسهلا، انا سعيد جدا ان اكون معكم مع جميع الاخوات والاخوه المستمعين، واتمنى لموريتانيا دائما كل الخير وكل التقدم. انتم من اكثر الصحفيين العرب متابعه وقبولا لدى الموريتانيين، لا شك بان هذه المقابله ستحظى بمتابعه كبيره لدى الجمهور الموريتاني. استاذ عبد الباري ابدا معك مباشره هذا اللقاء. نواكشوط ستحتضن القمة العربية الدورة 27 هنا لأول مرة في تاريخ موريتانيا. رئيس الجمهورية قبل شهر من الآن أكد على أن موريتانيا قبلت التحدي، بأنها ستنظم القمة بإمكانياتها وبقدراتها، وبأنها لن تقبل أن يتم تجاوزها. قبل التحدي وكان قبل يوم في زيارة تفقدية للمنشآت التي ستحتضن هذه القمة. كيف قرأتم هذا القرار الموريتاني الجريء والشجاع حسب ما وصفته به الصحافة العربية؟ يعني أن تقبل موريتانيا تنظيم هذه القمة العربية في هذا الظرف العربي الصعب، هذا يشكل تحديا كبيرا ويكشف عن مدى أصالة هذا الشعب وهذه الدولة العربية الكريمة. أن تتطوع موريتانيا وأن تقول أهلا بكم، أهلا بكم في بلدكم، أهلا في قمتكم، نحن هنا نحتضنكم ونحن سنعمل بكل جهد من أجل إنجاح هذه القمة، فعلا هذا قرار شجاع، فعلا هذا قرار يكشف عن مدى عمق عروبة هذا الشعب وهذه الدولة ومدى تمسكهم بالقضايا العربية الأصيلة. وهذا ليس غريبا على موريتانيا التي أقفلت السفارة الصهيونية في قلب نواكشوط وقالت للإسرائيليين لا مكان لكم في هذا البلد الطيب، في هذا البلد المضياف، في هذا البلد العربي الأصيل، لا مكان لكم في قلوب أو في حتى على الأرض الموريتانية. هذا شعب ينضح عروبة، ينضح أصالة، ينضح ثقافة، ينضح لغة، فلا مكان لكم. فأنا في تقديري موريتانيا تقدم نموذجا في قبول التحدي وفي العروبة وفي الإسلام وفي الوقوف إلى جانب القضايا العربية الأساسية. أستاذ عبد الباري عطوان، موريتانيا التي طردت سفارة إسرائيل بقرار 2009 من رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، اليوم تستضيف هذه القمة، هل ستكون القضية الفلسطينية على رأس أولويات وأجندات هذه القمة، قمة الأمل كما سميت من قبل العرب واختير لها اسم الأمل، هل ستكون بالطبع أملا في بداية مستقبل عربي جديد، في بداية مرحلة جديدة من التعاون العربي المشترك؟ لا شك أن الظرف صعب، وهذا يعني يؤكد على مدى شجاعة القرار الموريتاني. دعونا نجلس سويا، نبحث في أمورنا، نبحث في أوضاعنا، وأن نضع قضيتنا الفلسطينية المركزية على قمة هذه الأولويات. نحن يعني نسينا هذه القضية الفلسطينية في زحمة ما يسمى بثورات الربيع العربي. علينا أن نعود إلى الينابيع الأساسية، علينا أن نعود إلى الثوابت، وأعتقد أن موريتانيا قادرة على إعلاء صوت هذه القضية، وهي التي يعني مثل ما قلت أغلقت أراضيها وأبوابها وطردت الإسرائيليين. فأعتقد أن موريتانيا بقبول هذه القمة وباستضافتها في هذا الظرف الصعب، في تقديري ربما تعيد التأكيد على الثوابت العربية وعلى رأسها قضية. أستاذ عبد الباري، وأنتم تتابعون الديناميكية الدبلوماسية الموريتانية، موريتانيا ترأست الاتحاد الإفريقي وقادت وساطات في العديد من البلدان الإفريقية وباتت تحظى باحترام وقبول الجميع. أنتم كمتابعين كيف تقرؤون هذه الحيوية في الدبلوماسية الموريتانية منذ وصول رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز إلى السلطة؟ يعني موريتانيا نحن نعتز بها وبتجربتها الديمقراطية، أن يقوم هذا الشعب الموريتاني العظيم بتأصيل وتثبيت تجربة ديمقراطية رائعة. هذا انتصار كبير لهذا الشعب، وهذا يكشف عن معدنه الحقيقي. أهم ما في موريتانيا هو التعايش، هي يعني قيم التعايش التي ترسخها موريتانيا، يرسخها الشعب الموريتاني، ويقدم نموذجا للعرب جميعا في هذا التعايش، في التحابب، في يعني الوحدة الوطنية الحقيقية لبناء دولة حقيقية ديمقراطية حقيقية. هذه هي القيم الموريتانية التي نتطلع إليها جميعا،
وتكرسه وتقدم نموذجا لكل العرب ولكل المسلمين من أقصى المغرب العربي. هذا إنجاز كبير للشعب الموريتاني في ذلك. أستاذ عبد الباري عطوان، أخيرا، هناك حديث عن التجربة الأمنية الموريتانية في مواجهة الإرهاب. هذه التجربة باتت اليوم نموذجا يحتذى في المنطقة، مقاربة الموريتانية مقاربة نموذجية في مجال الحوار مع الجماعات الإرهابية أو في مجال مواجهتها سواء خارج الحدود. كيف تابعتم هذه المقاربة الأمنية الموريتانية التي باتت تدرس أو حتى تتابع من قبل مراكز الأبحاث والدراسات في الغرب وفي أوروبا والولايات المتحدة؟ التجربة الموريتانية مشرفة، تجربة تقوم على حماية المجتمع الموريتاني من أخطار الإرهاب، في نفس الوقت أنها تتحاور وأنها تستخدم العقل وتستخدم الحكمة، وهذا في تقديري غير موجود في معظم الدول العربية. نعم، موريتانيا تقدم نموذجا في يعني تحصين شعبها، تحصين عمقها. أستاذ عبد الباري، سؤال قصير حول يعني أنتم ستتابعون القمة العربية هنا في نواكشوط. موريتانيا معروفة ببلد المليون شاعر، ما الذي يستوحيه هذا العنوان إلى عبد الباري عطوان، أرض المليون شاعر تستضيف القمة العربية؟ يا سيدي، عبد الباري عطوان هو ابن الصحراء، أنا مولود في جنوب فلسطين، أنا مولود في مخيم فلسطيني، وعشت في كثبان الرمل، وعشت في الجوافة والبلح والتمر، وحقيقة أن هذه الصفات الجغرافية تعكس أصالة الإنسان العربي الصحراوي، نحن صحراويون، وموريتانيا هي التي ما زالت تحافظ على هذه القيم، ما زالت تحافظ على اللي هي عبق الصحراء بكل ما يعنيه ذلك. فأعتقد أن العرب بلا شك عندما يذهبوا إلى موريتانيا سيجدون أنفسهم في بلدهم، في تاريخهم، في حضارتهم، في ثقافتهم، في وسط مليون شاعر. أعتقد هذا نموذج نحن نحتاج إليه في هذا الزمن الذي يعني أكلتنا المدنية وأكلت قيمنا وأنستنا الكثير من تراثنا الخالد. فيعني أعتقد موريتانيا ستعيدنا مرة أخرى إلى تاريخنا، إلى أصالتنا، إلى ثقافتنا، إلى لغتنا العربية، إلى شعرنا الأصيل، إلى معلقاتنا. فشكرا لموريتانيا، أعتقد أن كل الشعوب العربية أو كل القادة العرب سيتطلعون لهذه التجربة بكل شوق وبكل يعني لهفة، لأن موريتانيا هي ما زالت هي الأصالة التي افتقدناها كشعوب. أستاذ عبد الباري عطوان، رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم والمؤسس لصحيفة القدس العربي، تحية لكم من هنا من نواكشوط إلى لندن، وإن شاء الله في لقاءات أخرى لكم من الشعب الموريتاني أزكى التحايا، صديقا وأخا عزيزا على موريتانيا. شكرا.